مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا بالقرى، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية. ومن أهداف المبادرة سد الفجوات التنموية بين القرى والاستثمار في تنمية الإنسان وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي بمستوى حياتهم. أهداف الشباب بالمبادرة: الانتهاء من الخدمات في القرى، وضع حلول بديلة لعقبات تنفيذ أعمال التنمية، تحسين أداء العمل، تطوير نقاط القوة، قياس ردود الأفعال. مراحل العمل بالمبادرة: دراسة الموارد المتاحة والاحتياجات في المحافظات المعنية، التخطيط لمراحل المبادرة المختلفة، تحديد الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة والجهات المعاونة، وضع آلية لتنفيذ خطة العمل، وضع آلية لمتابعة المبادرة، توفير جزء من تمويل المرحلة الأولى من المبادرة. تم تقسيم القرى بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 3 مراحل. أولاً: نسبة الفقر أقل من 50%، أي تحديات أقل لتجاوز الفقر. ثانياً: نسبة الفقر من 50% إلى 70%، وتشمل القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. ثالثاً: نسبة الفقر من 70% فأعلى، تمثل القرى الأكثر احتياجاً. الفئة المستهدفة: الأسر الأكثر احتياجاً في القرى، الأيتام والنساء المعيلات والأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، الفئات الراغبة في التطوع، الشباب القادر على العمل. مجالات تدخل المبادرة: خدمات مباشرة، إعادة تأهيل المنازل، دعم البنية التحتية من صرف صحي ووصلات مياه، تنمية طفولة وإنشاء الحضانات، تدريب وتشغيل من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، خدمات غير مباشرة، سلات غذائية وتدخلات بيئية، تدخلات في قطاع الخدمات الصحية تشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وتوفير أدوية وأجهزة تعويضية. استراتيجية متابعة المبادرة: التحرك في القرى من خلال عناصر الرصد الميداني في جميع المحافظات. يبلغ عدد الشباب بوحدة الرصد الميداني 933 شابا في جميع المحافظات. نقل صورة واقعية من خلال حصر شكاوى ومشكلات الأسر، تحليل آراء المواطنين وردود أفعالهم، استقبال مقترحات التطوير.